اضطربت حركة الملاحة الجوية في المطارات البريطانية لليوم الثاني على التوالي بسبب الضباب الكثيف واسع النطاق فوق وسط وجنوب شرق انجلترا، وفيما تم تأخير وإلغاء العديد من الرحلات الجوية المقررة، دعا مطار هيثرو المسافرين إلى مراجعة شركات الطيران للتأكد من رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار. هذا وقالت هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع انقشاع الضباب ببطء في وقت لاحق اليوم.